الأمير ذو المنقار، حكاية من التراث الألماني. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في أحد البلدان ملك يعيش مع ابنته الجميلة، وجاء اليوم الذي سيتم فيه اختيار زوج للأميرة، فحضر جميع الأمراء والنبلاء، ومن بين هؤلاء كان أمير أحد البلدان المجاورة، وكان يعرف بكرم أخلاقه وجمال روحه. مولاي الملك، مولاتي الأميرة. لجمالها الخلاب، كيف تتصور بأني يمكن أن أتزوج أحد هؤلاء؟ كوني عاقلة، إنهم يتمتعون بشخصيات قوية، لا تحكمي عليهم من مظهرهم. ولكن لا أحد منهم يستحقني. أوه، إنه يبدو كالبرميل تماما. أوه، هذا طويل ونحيف للغاية، وهذا شاحب كأنه ميت. كانت الأميرة جميلة حقا، لكنها كانت أنانية ومغرورة. وأنت؟ إن ذقنك الأعوج هذا يجعلك تشبه الطائر. حزن الأمير كثيرا، لأنه من المؤسف أن تسخر منه الأميرة التي أحبها بصدق، وكان هو أيضا مدركا لاعوجاج ذقنه. قرر الملك أخيراً أن يوقف ابنته عند حدها بعد أن سخرت من الجميع. فهمت، تقولين عنهم قبحاء؟ طبعاً قبحاء يا أبي، ألم ترهم؟ إن المتسول خير من يليق بك، سأعطيك لأول من يدق بابي متسولاً. أبي، كيف تجرؤ على فعل هذا؟ ستذهبين معه وتطلبين من الناس أن يعطوك غذاءً تشبعين به قلبك الفقير. في اليوم التالي سمع الملك بدخول عازف متجول إلى القصر، وراح يستمع مع الأميرة إلى غنائه. إذا أعجبك غنائي يا مولاي أرجو أن تساعدني. غناؤك جميل، سوف أكافئك بابنة الأميرة. ماذا؟ الأميرة؟ أوه، لا يا أبي، لا، ليس هذا. هذا أمر، عليك بالزواج من ابنتي. لم يكن باستطاعة الأميرة فعل شيء تمنع به هذا الزواج، فرضخت للأمر وأصبحت زوجة للعازف المتجول وتركت القصر. وبعد قليل وصلا إلى مدينة كبيرة تحيطها جبال ومزارع خضراء جميلة. يا لها من بلدة جميلة، بلدة من هذه؟ الغابات والحقول الخضراء وهذا القصر كلها ملك للأمير ذي المنقار. يا لحسن حظ الأميرة التي تتزوجه. كان بوسعي ذلك، كم كنت حمقاء. كان بيت العازف المتجول هو أقذر بيت بالمدينة كلها. أنا جائع، هيا أعدي لي شيئا أكله. ها؟ ما هذا البيت؟ أوه. إيه، ألم تسمعي؟ أعدي لي الطعام. ولكن أين الخادم؟ الخادم؟ في هذا البيت سوف تقومين بعمل كل شيء، أتفهمين؟ تحضرين الماء وتغسلين الصحون وتؤدين كل عمل. وهل ستجعلني أفعل كل ذلك؟ طبعا ستفعلين. ولماذا لا تفعل كل ذلك بنفسك؟ حسناً، سوف أخدم نفسي بنفسي. وأخذ العازف المتجول يعد لنفسه طعام العشاء. أعد بعض الحساء وبدأ الأكل بمفرده. ولكني جائعة. أعدي الطعام لنفسك.
أعده أنت لي. من سيد هذا البيت؟ ها؟ ماذا يهمني إن أكلت أم لم تأكلي؟ كوني عنيدة واجلسي هكذا حتى تموتي جوعا. طعام لذيذ. أدركت الأميرة أخيرا اختلاف وضعها الآن عما كانت عليه في القصر. أدركت أن عليها القيام بكل شيء، ومنذ ذلك الحين تولت الأميرة جميع الأعباء المنزلية وعملت منذ طلوع الفجر حتى منتصف الليل. إنها معجزة حقا. راحت الأميرة تتعلق أكثر وأكثر بالعازف المتجول لأنه كان عطوفا، وقامت الأميرة بصنع سلة لأول مرة في حياتها، وتغاضت عن كبريائها وذهبت إلى السوق تبيع الخزف. توسخت ثيابها وتوسخ حذاؤها، ولكن رغم ذلك أصبحت الأميرة مسرورة منشرحة. ترى ما الذي بدلها؟ وذات يوم ماذا حدث يا عزيزي؟ أشعر ببعض الألم. يجب أن ترتاح قليلا. يجب أن أذهب إلى قصر الأمير ذي المنقار. نعم، الأمير ذي المنقار سوف يقيم حفل راقصا اليوم في القصر، وقد وعدت أن أغني فيه. إذا ذهبت سأحصل على قطعة ذهبية وبعض الطعام، وإلا فسوف يقطع رأسي. إنه قاسي القلب، قاسي. ماذا عسانا أن نفعل؟ لقد وعدته. نعم. يا عزيزي لا يمكنك الذهاب. يجب أن أذهب، يجب أن أغني له وإلا قتلني. نعم إنه مصمم. لا تهتم يا عزيزي، سأذهب أنا بدلا عنك، لا تهتم. أنت تغنين أمام كل هذا الحشد، إن الجميع هناك يرتدون أفضل الثياب. نعم أعرف ذلك. ستضطرين إلى طلب الإحسان يا عزيزتي. نعم، ولكن كيف يمكنك ذلك يا عزيزتي؟ نعم يمكنني أن أفعل أي شيء من أجلك. سبحان مغير الأحوال، لقد تغيرت الأميرة تماما، وها هي الآن تقف أمام الأمير الذي أطلقت عليه اسم ذي المنقار الطويل، ولكن حبها لزوجها العازف كان أقوى من أن تشعر بالإهانة. شكرا شكرا. انتظري، إنك جميلة حقا، هل توافقين على الرقص معي؟ جميلة، ولكن ثيابي بالية. كنت أشير إلى جمال قلبك، فأنا أرى الجمال في القلب، وهذا طبعا أهم من جمال الوجه. الجمال في قلبي؟ لم تستطع الأميرة التحمل، فأخذت تعدو هاربة في الحال، ليس بسبب سقوط الطعام، وإنما بسبب ما شعرت به من خجل. كان لحديث الأمير تأثير كبير في قلبها، فأدركت للمرة الأولى في حياتها كم كانت قبيحة متعجرفة من قبل. هذا أنت يا عزيزي؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ نعم أنا العازف يا عزيزتي، لقد كانت هذه رغبة أبيك أيضا. كم كنت أتمنى أن تصبحي صادقة متواضعة، لذلك قمنا بهذه الخطة. أرجو أن تغفري لي خداعي، لقد خدعتك طوال هذا الوقت. أرجو أن تغفر لي أنت، لقد أخطأت بحقك. هيا بنا إلى الداخل، الجميع ينتظرون رؤية عروسي. عروس الأمير ذي المنقار الطويل، ما رأيك؟
وهكذا كان لتواضع الأميرة والأمير سبب في أن يحيا كلاهما حياة سعيدة هانئة.